أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. وإلى العناوين: مجلس إدارة الأهلي يعتمد لائحة النادي ويشكر اللجنة القانونية. والبدري الفيصلي خصم عنيد وهدفنا هو الفوز بالبطولة العربية. أما في الشأن العالمي فساديو ماني محمد صلاح أسرع لاعب في الملعب. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. توجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر بالشكر للجنة المكلفة من قبل المجلس على إعداد لائحة النظام الأساسي للنادي. وأكد مجلس إدارة الأهلي أن اللجنة الموقرة لم تدخر جهدا واستعانت بالحجج والقوانين الدولية حتى تمكنت من وضع لائحة تعبر عن قيمة وتاريخ النادي الأهلي وتلبي طموحات أعضائه. وقد اعتمد المجلس اللائحة تمهيدا لنشرها وتوزيعها على الأعضاء للاطلاع على بنودها قبل التصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية والمقرر له يوم 25 أغسطس الجاري. البدري المدير الفني للأهلي أن الفريق الأحمر لديه رغبة قوية في الفوز بلقب البطولة العربية، وذلك قبل مواجهة الفيصلي الأردني غدا بملعب برج العرب في نصف نهائي البطولة. وأكد البدري في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن الأهلي لديه أهداف يسعى لتحقيقها خلال البطولة العربية، أهمها الفوز باللقب ثم الوقوف على مستوى بعض العناصر والتي لم تشارك في مباريات الدوري. واعترف المدير الفني بأن الأهلي ما زال يواجه أزمة في تلاحم المباريات، خاصة وأن الفريق سيلعب كأس مصر والبطولة الأفريقية ثم مسابقة الدوري الجديد عقب الانتهاء مباشرة من البطولة العربية. وأضاف مواجهة الفيصلي ستكون قوية بالتأكيد لأنه فريق مميز وعنيد للغاية، لكننا نركز على الوصول لنهائي البطولة وحصد اللقب. يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بالإسكندرية في 6:30 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب استعدادا لخوض مباراة الفيصلي الأردني غدا الأربعاء. ويضع حسام البدري المدير الفني للفريق عقد مران اليوم الملامح النهائية لخطة المباراة وطريقة اللعب في ظل سعيه إلى الفوز والتأهل إلى الدور النهائي من البطولة. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعانة بالفيديو قبل مواجهة الفيصلي الأردني غدا. ويقوم الجهاز الفني بكشف نقاط القوة والضعف المنافس من خلال الفيديو وشرح عدد من الجوانب الفنية وتكليف كل لاعب بمهام محددة في المباراة، والتي جانب التركيز على تلافي بعض الأخطاء والتي ظهرت خلال مباراة الفريقين في الدور الأول من البطولة والتي خسرها الأهلي بهدف دون مقابل. قال أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الفيصلي الأردني في الدور الأول للبطولة العربية للأندية،
ورغم خسارة الأهلي بهدف، ولكن الفريق قدم مستوى كبير. وأشار أيوب إلى أن الفريق جاهز بقوة لخوض مباراة نصف النهائي أمام الفيصلي غدا، وأن هناك رغبة كبيرة وإصرار لدى الجميع على تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية. وأكد أيوب إلى أن مشاركة الفريق في البطولة حققت العديد من المكاسب حتى الآن. أكد سيد معوض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة الفريق أمام الفيصلي الأردني غدا الأربعاء مختلفة عن المواجهة السابقة والتي جمعت الفريقين في الدور الأول من البطولة. وأشار معوض إلى أن الدوافع والأهداف اختلفت لكونها مباراة مؤهلة لنهائي البطولة، وأن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري واللاعبين لديهم رغبة وإصرار على مواصلة الأداء القوي والتتويج بلقب البطولة. وأوضح معوض أن مباراة الدور الأول جعلت كل فريق يملك المعلومات الكافية عن الآخر، وبالتالي سوف تكون المباراة أكثر صعوبة، موضحا أن الجهاز الفني يعكف على وضع الخطة المناسبة للفوز بالمباراة والتأهل للنهائي. أكد يوفيفيتش المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني أن الأهلي فريق كبير، ولكن فريقه جاهز لمواجهة الغد والتأهل للمباراة النهائية. وقال نيبوتشا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد إن كل فريق لديه 11 لاعبا، والفريق الأفضل في الملعب سيفوز ويتأهل للمباراة النهائية. وتابع المدير الفني للفيصلي أنه يقود فريق كبير وكل لاعبي فريقه مستمتعون بما نقدمه. وشدد نيبوتشا على أن كل فرق المربع الذهبي سيقدمون كل ما لديهم للوصول للمباراة النهائية. نتابع في التقرير التالي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والفيصل. And everyone enjoy in the travel. وكل واحد يستمتع في المباريات اللي قدمناها. No one don't like to our trip stay, and everyone we will do all possible and impossible to we travel continually. وكل واحد قدم هو راح يكمل بطريقة كويسة إلى الأمام. شكرا. تفضل. أدى عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا بدنيا صباح اليوم الثلاثاء على ملعب مختار تتر الجزيرة بعد خروجه من قائمة الفريق لمواجهة الفيصلي الأردني في نصف نهائي البطولة العربية للأندية بسبب الإصابة. وكان متعب قد عانى من إجهاد في العضلة الخلفية واكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي. وفي نفس السياق خضع سعد سمير أيضا مدافع الفريق لجلسة تأهيل وعلاج طبيعي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي العلاج والتأهيل بالنادي، حيث يعاني اللاعب من ألام في العضلة الأمامية. وكان الفريق قد بدأ معسكرا مغلقا أمس استعدادا لخوض مباراة الفيصلي الأردني والمقرر لها مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية. قاد طارق عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميران اللاعبين الغائبين عن مباراة الفيصلي الأردن. وأقيم ميران الفريق في 8:30 صباح اليوم على ملعب مختار التتش، وشارك به
فوزي الحناوي أحمد رمضان بكهم وأحمد حمدي بالإضافة إلى الوافد الجديد من مصر المقاصة هشام محمد. رفض الجهاز الفني للأهلي عرضا رسميا من نادي سموحة لضم المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقدم سموحة عرضا لاستعارة اللاعب موسما واحد، لكن الجهاز الفني تمسك باستمرار ريان في الفترة القادمة اقتناعا بمستواه الفني والبدني وأن فرصة مشاركته مع الفريق الأول كبيرة. ويتدرب ريان مع الفريق الأول منذ فترة وشارك في عدد من المباريات الودية وظهر بمستوى جيد، وهو ما جعله محط اهتمام أكثر من ناد بالدوري الممتاز. وإلى اتحاد الكرة، حيث حدد الأرجنتيني هكتور كوكر المدير الفني لمنتخبنا الوطني يوم 23 من شهر أغسطس الجاري موعدا مبدئيا لمعسكر منتخب مصر المقبل. ويستعد منتخب مصر لمواجهتي أوغندا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا يوم 31 أغسطس الجاري في لقاء الذهاب، على أن يكون لقاء الإياب يوم 5 سبتمبر المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وينتظم محترفو المنتخب في المعسكر المغلق بداية من 28 أغسطس الجاري استعدادا للسفر إلى أوغندا. أكد سيف زاهر عضو اتحاد الكرة المصري أنه تم الاستقرار رسميا على قيد 3 لاعبين أجانب فقط لكل فريق في الموسم الجديد. وكان أعضاء اتحاد الكرة المصري قد اتفقوا على عدم الموافقة على زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالفرق إلى 4 لاعبين في الموسم الجديد. جاء الرفض نتيجة أن مصر تعاني من قلة الموهوبين وخاصة في مركز الهجوم، ومن مصلحة الكرة المصرية بقاء عدد اللاعبين الأجانب 3 لاعبين فقط. قصير ونعود لنتابع.
جولات في الملاعب العالمية، والبداية من الدوري الإنجليزي، حيث تغنى السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح والمنضم حديثا للريدز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ماني في تصريحات لموقع ناديه الرسمي على الإنترنت: الجميع لاحظ بأنه أسرع من جميع اللاعبين على أرض الملعب، إنه شخص طيب ولاعب رائع. ويعتقد ماني بأن الدولي المصري تمكن من ترك انطباع جيد خارج وداخل الملعب، مشيدا بالسرعة العالية والتي يلعب بها على أرض الملعب. كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد النني يخطط للاستغناء عن 7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقالت الصحيفة أن الحارس ديفيد أوسبينا والمهاجم لوكاس بيريز وكيران وماتيو ديبوتشي من أبرز الأسماء والتي يخطط نادي أرسنال للاستغناء عن خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرة إلى أن النادي اللندني يسعى لتوفير الأموال عن طريق التخلي عن خدمات هؤلاء اللاعبين. ولم تشمل القائمة محمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني، وهو الأمر الذي يعزز كثيرا من فرص بقاء الفرعون المصري ضمن صفوف الفريق اللندني الموسم المقبل. إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. عبد الحفيظ: عودة الكبار قوة. ومن الجمهورية: غدا في نصف النهائي العربي الأهلي يبحث عن الثأر من الفيصل. من المساء: متعب يغيب عن الأهلي أمام الفيصلي. ومن الوفد الأولمبية ووزارة الرياضة: تخالفان الدستور. من الوطن سبورت: أيوب تألق بعض اللاعبين وإسعاد الجماهير مكاسب البطولة العربية. ومن الشروع: الأهلي يحشد قوته الضاربة للثائر من الفيصلي. من الدستور: سعد سمير يواصل التأهيل ومحاولات لتجهيزه لمباراة سموحة في كاس. من المصري اليوم: أعضاء أهلي زايد يهددون بتقديم بلاغ للنائب العام ضد هشام حطب. بهذا نكون وصلنا إلى ختام نشرة السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.